ولكن عشان نقفل الصفحة بجد، بما ان الكلام الكتير اللي كان موجود في السوشيال ميديا وبعض حتى المقدمي البرامج في اللي بيحاولوا بقدر الامكان يعني يحطوا التاتش شوية عشان يعملوا ازمات شوية في بعض المشاكل اللي تخص فريق الكرة في النادي الاهلي، النهاردة مش بنتكلم بس في بيان المدير الرياضي وفي اعتذار كهربا، مارسيل كولر المدير الفني النهاردة على حسابه الرسمي على الانستجرام نزل صورة ليه هو وكهربا وهم نازلين لملعب التدريب. ده ان دل على شيء بيدل ان القصة خلاص زي ما انتم شايفين وزي ما اتعرضت معانا على الشاشة الصورة، القصة مختلفة تماما عما بيكتب وبيثار في السوشيال ميديا. حتى الغرامة المالية، اهي الصورة قدامكم اهي على الشاشة، دي صورة على حساب مارسيل كولر على الانستجرام، يعني مثلا مش صورة مثلا حد صورها او نازله مثلا على السوشيال ميديا، لا ده الحساب الرسمي الاكونت الرسمي لمارسيل كولر على الانستجرام منزل صورته هو وكهربا لما نزلوا تدريب امبارح. اعتقد في تفاصيل احنا بنحاول نبرزها شويه من خلال برنامج الترند كسوشيال ميديا عشان ننهي بيها موضوعات مش محتاجين نتكلم فيها كتير. صوره زي ما كنا بنقول الكلمه خير من اي تعبير او من اي كلام، الصوره اعتقد بتبقى اهم من اي خبر، الصوره لوحدها في حد ذاتها ممكن تكون خبر عشان نقفل الكلام في الملف ده.